وفق الاوضاع على الارض بقى سياده اللواء، ايه يعني الامور بتتجه لايه دلوقتي؟ احنا طبعا قلنا في اول تعليق كان معاكم في صباح الخير، انا الاجتياح طول ما هم كانوا بيستخدموا القوه الجويه الغبيه والقصف البربري، كانت المقاومه ما تقدرش تعمل حاجه، لان المقاومه ما عندهاش اسلحه دفاع جوي وما عندهاش مضادات للطائرات. ولكن اول ما بدا الغرور الاسرائيلي على الارض وكان في التلاحم، ده في مصلحه المقاومه بقى. نعم فندم، ده في مصلحه المقاومه المواجهات المباشره، الحقيقه ده تصوير حقيقي للعلاقه للقوه بين المقاومه وبين الجيش الوهمي اللي هو كانوا بيسموه بالدعايه والاعلان اقوى جيش موجود في المنطقه. فاصبحت كل في تلاحم على الارض، كل يوم بتخسر القوات المهاجمه والقوات المدافعه هي اللي بتنجح. لان هو طبعا يعني ليكن معلوما ان حرب المدن ليست حرب تقليديه، وان حرب المدن دائما المهاجم بيحتاج 3 أضعاف المدافع. ولكن احنا عندنا النهارده الاوضاع على الارض او المقاومه الفلسطينيه اثبتت يعني براعه شديده في استخدام ما فوق الارض وما تحت الارض. يعني هم دايما كانوا بيتكلموا على موضوع الانفاق. وطبعا سريعا كده جميع الاهداف الاستراتيجيه بتاعت اللي بيعلنها الكيان الصهيوني كلها فشلت حتى اليوم. فكره القضاء على حماس وفكره تفكيك حماس وفكره التهجير، كل هذه الاستراتيجيات فشلت. والنهارده الاسبوع الاخير اثبتت المقاومه الفلسطينيه انها بتشتغل فوق الارض اكثر من تحت الارض. يعني فكره الانفاق، لان دايما العدو بيحاول يداري عكسه باطلاق بعض الشعارات الحرب النفسيه وتهديئ الجزء الراي العام عنده. يعني حتى دايما هم يقفزوا للامام يقول لك ما بعد الحرب. كل الكلام ده الكلام مش مظبوط. اللي حاصل دلوقتي على الواقع وعلى الارض الحقيقيه على مسرح المعركه ان القوات المقاومه الفلسطينيه اصبحت تشتغل فوق الارض اكثر بكثير من تحت الارض.